الطعام، مين فينا ما بيحبش الطعام او ما بيحبش الاكل؟ الطعام ممكن يبقى هو الداء وهو الدواء، بس بطريقه معينه. يمكن الاساتذه المتخصصين في مجال الصحه الغذائيه ليهم دور في هذا الامر، من خلال المتابعات مع مرضاهم، التعرف على زي ما بيقولوا لنا تعالى اعمل صورة دم كاملة، مثلا اشوف الدهون عندك وضعها ايه، ببتدي اتعامل مع جسمك بشكل او باخر، ان كل جسم انسان بيختلف عن الجسم الثاني، فبيبقى له اطعمة وبيبقى له اغذية مختلفة. لكن في النهاية كل اجمع على ان الغذاء الصحي هو الافيد، الحاجات اللي من الطبيعة اللي من الارض اللي احنا متعودين ناكلها على ايد اهالينا من زمان هي دي الافضل. اللحوم المصنعة فيها مشكلة كبيرة. يمكن الدكتورة آمال فتحي عبد العزيز استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والعمود الفقري والتغذية العلاجية اللي هتحدثنا بشكل أكثر تفصيلا حول هذا الموضوع. أهلا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. صباح النور يا محمد. أهلا بك دكتور. يمكن فكرة أن كل واحد فينا بياكل بطريقة مختلفة عن التاني أو بنمط مختلف عن التاني، لكن أنت بتنزعج من شخص تلاقيه بياكل بهستيريا ما بيتخنش خالص، ما هدي بترجع ليه بقى؟ ما هدي بص، هي دي بتبقى صفات جينيه عنده، ان يعني بيبقى عنده نسبه التمثيل الغذائي بتاعه عالي. يعني زي ما حضرتك قلت كده بياكل كتير جدا وما بيبانش عليه، بيحرق كميات الكالوريز اللي داخلها كلها. بس مش شرط ان هو يكون سليم صحيا. يعني ممكن هو يكون بيحرق سعرات حراريه عاليه جدا، لكن ممكن يعاني من كوليسترول عالي، ممكن يعاني من بعض الامراض. فلازم حتى لما بيجي ياكل كميات كبيره ياكل الاكل الصحي اللي يفيد جسمه وما يضرهوش. هي في فرق دايما بين الاكل والتغذيه. الاكل ده يا محمد اي حاجه تدخلها في الفم ويحصل لها اخراج، ده اكل، ده خلاص انت اخذت الكالوريز بتاعه وهكذا. التغذيه هي اللي انت بتمد الجسم الاحتياجات الاساسيه بتاعته، اللي الجسم اللي ربنا خلقه الاحتياجات دي. والطعام زي ما حضرتك قلت ده غريزه طبيعيه، ان انا بجوع عشان اكل، عشان الجسم ربنا خلقه للبقاء، ان انا عايزه اعيش، فبالتالي ان انا همده بالوقود اللي انا هديه. الوقود بتاعه هو الاكل. في فرق ان انا احط بنزين 80 وفي فرق ان انا احط بنزين 95. هما الاثنين هيشغلوا الموتور، بس ايه اللي ليه تاثير وايه اللي ده تاثيره ازاي وده تاثيره ازاي. طيب احنا بنلاحظ برضو ان زي ما حضرتك تحدثتي ان في ناس بتبقى بتاكل كويس جدا وشكلها يعني ما شاء الله حاجه عظيمه خالص، ولكن تلاقي مع وجود كورونا ومع وجود الحاجات اللي عماله تجد علينا دي من فيروسات ان الشخص ده مناعته ضعيفه. طب ازاي هو بياكل الاكل ده كله ومناعته ضعيفه؟ ازاي ده مش مديله مناعه او قوه مناعيه انه يواجه اي مرض او فيروس؟ لا، ما احنا حضرتك هنا ترجع ان احنا يعني ايه مناعه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من نوعين من المناعه، المناعه اللي احنا بنتولد بيها ودي كتيره جدا. اول جزء منها الجلد. الجلد ده جزء من اجزاء المناعه بتاعنا. المواد المخاطيه في الانف دي المناعه، السوائل اللي في الفم دي مناعه، الدموع نفسها نوع من المناعه. الجهاز النخاع العظمي كل دي اجهزه مناعيه احنا مولودين بيها. في مناعه مكتسبه اللي احنا بناخدها من الامراض اللي معانا او اللقاحات. في بعض الناس بيحصل لها مشكله في الخلل الجيني بتاعها ده، هي طبيعتها ان في مشكله عندها في الموضوع ده. لما بتيجي تتعرض زي فيروس كورونا ده، الشفره بتاعتها بتختلف عن الشفره مثلا بتاعت محمد عن مع محمود عن علي، فكل واحد حسب السجاب بتاعته، بدليل ان في الحمد لله رب العالمين 90% من الناس او اكتر بيخفوا. الجزء القليل اللي هو بيبقى عنده مشكله في الموضوع دوت، او الجسم بتاعه قرا حصل خلل في جهاز المناعه بتاعه فقرا الفيروس غلط فتفاعل معاه بالطريقه الخاطئه يعني. طيب التغذيه السليمه في راي حضرتك، هل ان انا اكل كل شيء بس بقدر، ولا اركز على حاجات معينه؟ زي مثلا قالوا مريض الكورونا لازم ياكل بروتين ولازم ياكل خضار بشكل او باخر، ولا احنا بنتكلم على بقى بعد الفيروسات والحاجات اللي حصلت، طب بوجه عام الافضل ان انا اركز على البروتينات والخضروات فقط وابعد عن النشويات، ولا الجسم محتاج ياخد كل حاجه بس بقدر؟ احنا دايما نرجع لان ربنا اي حاجه ربنا خلقها يا استاذ محمد، اي مكون هتلاقي فيه نسبه نشويات قد ايه ونسبه الاملاح، هتلاقي التركيبه بتاعت اي حاجه كده. يعني مثلا جبت الجوافه، جبت المانجا، جبت الخضار، هتلاقي فيها نسبه املاح، بروتين، فيتامينز، نشويات وهكذا. فربنا خلق الحاجات دي بنسب للتوزيع بتاعها، بس ناخدها من المصدر بتاعها الطبيعي. يعني ما ينفعش اجي اقول ان انا هشيل نشويات، ان 60% من الطاقه اللي الجسم بيعتمد عليها هي من النشويات. ما ينفعش اقول هشيل الدهون، لان انت عندك موضوع فيتامينز معينه
معينه ما بتمتصش الا في وجود الدهون. الفيتامينز دي اللي هي كلمه ايدك، فيتامين ا وفيتامين ي وفيتامين د وفيتامين ك، ده اللي تمتص الا في وجود الدهون. لو انا شلت الدهون بطريقه ان الناس بتطلع تقول لك انا رايح جيم انا هعمل تمرينات عشان اشيل الدهون خالص، دي بتخش في كوارث. اول حاجه تلاقي شعرهم بيقع، وانت دايما تشوف بتوع الجيمات يقول لك عشان ابقى زيرو فات واعمل كده، تلاقي الشعر عندهم ابتدى يقع عشان نقص الفيتامينز اللي احنا بنتكلم عليها. ممكن يحصل لهم حصوات في المراره، ممكن يحصل لهم مشاكل كتير جدا، الجلد عندهم هيبقى سيء، نقص في وقوع في المناعه. معظم الناس اللي بتعمل ريجيمات بخطا يا استاذ محمد بيحصل لها نقص في وجود في المناعه. احنا لسه كنا بنتكلم حضرتك عن المناعه الطبيعيه اللي هي اول خطوط المناعه هي ايه؟ الجلد والاغشيه المخاطيه وكلام ده. احنا ليه بيحصل دايما نزلات برد في الشتاء؟ عشان نقص مش عشان الفيروسات بس، لا عشان بيحصل خلل في جهاز المناعه. ليه؟ لان نقص فيتامين د بيحصل دايما في الشتاء، مع ان المفروض ان احنا ما يحصلناش نقص فيتامين د في مصر عشان احنا بلد مش مصر. فالمفروض ان انا من اول الحاجات اللي بتقوي جهاز المناعه عندي فيتامين د. فلو انا مش هاخد فيتامين د في الاكل، على الاقل اتعرض للشمس كل يوم ربع ساعه او ثلث ساعه. ثاني حاجه الحاجات المهمه جدا لفيتامين للمناعه هو فيتامين ا. وفيتامين ا برضو لازم يمتص في وجود الدهون، لان فيتامين ا دوت هو المسؤول عن الاغشيه المخاطيه اللي عندي. فلو انا الاغشيه المخاطيه اللي عندي حصل لها خلل، فانت كده بتسهل دخول الفيروس ليك. تاني حاجه ان فيتامين ا ده مهم جدا للجلد والبشره. الجلد والبشره لو حصل فيها تشوهات، ما احنا قلنا ده الجلد ده خط من خطوط دفاع المناعه عندك، فما ينفعش ان انا اهده عشان انا بقول ان انا اعمل رجيم او بعمل تغذيه خاطئه. فلو سمحتوا ما فيش حاجه اسمها منع حاجه من الدهون ومنع حاجه من، لازم هاخد الكميه دي كلها الكميات المناسبه اللي انا محتاجها. لكن لو خدت زياده هي بالطبيعه هيبقى ليها ضرر، في اي حاجه في الدنيا زياده عن حدها هيبقى ليها ضرر. تاني حاجه الزنك. فدلوقتي المشكله ان الهلع الموجود في محمد ان انا عشان ما يجيليش كورونا هروح اجيب الزنك وال فيتامين د وفيتامين ا الحاجات اللي موجوده في الصيدليات. لا، احنا عايزين ناخدها دايما من الطبيعه. انت طالما ان انت مش مريض فما فيش مشكله، فبلاش احمل الجسم، لان بدل ما هحل المشكله انا هعمل مشكله. لان حتى الفيتامينز اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتدوب في الدهون دي، لو انا خدتها بكميه عاليه دي هتبقى ليها اثار سلبيه. لا، احنا ناخدها باحتياجاتنا اليوميه من الاكل اللي ربنا خلقه. طيب دلوقتي التغذيه السليمه لمريض كورونا في مراحل مختلفه، في شخص مخالط، في شخص عنده المرض نفسه، في شخص يعني اعراض خفيفه، في كل الاحوال هل في نوع معين من التغذيه حضرتك بتنصحي بيه؟ كل سواء حضرتك المخالط او الاعراض الخفيفه او اللي لسه ما ظهرتش الاعراض، ده بيرجع ليه للتغذيه السليمه اللي هو الاكل المتوازن اللي بيشمل جميع العناصر الغذائيه اللي هي النشويات، الدهون، البروتين، الفواكه، المنتجات القلبيه، كل الحاجات اللي احنا الجسم الاساسيات الجسم محتاجها. لو هو لا قدر الله تبقى اعراض شديده واضطر يدخل في المستشفيات، دي بتبقى محسوبه بنسبه التحليل بتاعته. يعني انا حتى السوائل بتتحسب على كميه البول اللي خارجه قد ايه، نسبه البروتين بتاعه. لا، ده انا بقلل له البروتين لان كده هيحصل له فيه مشاكل، لان عنده فيه مشكله في الكلى. الدهون اللي احنا كنا بنتكلم عنها الدهون الصحيه للناس الطبيعيه، لا احنا بالنسبه له هنقللها عشان ما تحملش على الكبد، لان ده بيبقى ليه حاله الجسم حصل له عدم اتزان في جميع وظائفه. فبالتالي انا مش هحمل عليه بحاجه زياده انا مدخلها. لكن لو انا في الوقت الطبيعي، لا هناكل الاكل بتاعنا الطبيعي، هناكل واهم حاجه يا استاذ محمد لازم عشان احافظ على المناعه انام بدري واصحى بدري، لان كل ما بتوتر كل ما هرمون الكورتيزون بيعلى كل ما بيقل كميه المناعه اللي عندي. تاني حاجه ان حضرتك زي ما قلنا الجلد ده ليه جزء والاغشيه المخاطيه دي بيبقى عليها ماده بروتينيه ليها قوه قادره على قطر البكتيريا والفيروسات الضاره. ده بيجي عندها بيبقى ليها سيستم كده معين عضلي عصبي، عشان كده القلق والتوتر بيقلل نسبه البروتينات اللي موجوده على الجلد وعلى الاغشيه المخاطيه. فبالتالي يقول لك الحزن بيقلل المناعه، الاكتئاب والتوتر بيقلل المناعه، ان انت بتعمل خلل في الوصله العصبيه دي فبتقل البروتينات دي، فبالتالي ان انا ما بقاش عندي الطاقه ان انا اهاجم الفيروسات اللي موجوده عندي. واحنا بنعمل عمليه انقاص وزن او بتعمل دايت او ريجيم زي ما بيقول، الجسم بيفقد كميه من الفيتامينات اللي موجوده فيه فعلا، وهل دي ممكن تعوض ولا الافضل برضو نرجع تاني لان احنا نرجع نعمل نظام صحي متوازن؟ طب لو انا بلعب رياضه عنيفه هتعامل ازاي مع فكره التغذيه او الاكل؟ لان انت بتجوع بعد ما بتلعب لانك بتبذل مجهود قوي جدا. هو حضرتك فكره ان انا بعمل نظام غذائي وانا حصل لي نقص فيتامين زي ده مش نظام غذائي، ده نظام فاشل. ان انا المفروض ان انا عشان امشي على نظام غذائي ان انا بمد الجسم باحتياجاته الاساسيه، بحيث ان انا لا اما همنع مرض او احافظ على الصحه. لكن ما ينفعش ان اعمل نظام غذائي وادخل منه في مرض، يبقى انا كده انا بفشل.
وبدليل ان حضرتك ان معظم الناس بيقول لك انا بفشل في نظام الرجيم ونظام الدايت، طول ما انت ماشي على نظام غلط لازم هيحصل فيها المشكله اللي عندنا دي. طب الناس اللي بتجي فجاه زي ما حضرتك كده بتقول لا انا همنع النشويات خالص، انت هتمنع النشويات طب الجسم هياخد الطاقه بتاعته منين؟ هيضطر يكسر في العضلات، انت بتجي بتعمل اجهاد للعضله بتاعتك. تاني حاجه ان انا ما بدخل في رجيمات قاسيه قوي يا استاذ محمد، ان انا المفروض ان منظمه الصحه العالميه قالت الواحد يخس من نص الكيلو في الاسبوع. احنا بنقول السنه فيها 52 اسبوع، لو تخس نص كيلو يعني هتخس 26 كيلو في السنه، 26 كيلو دهون مش عضلات، الدهون دي عاليه في الكثافه فبتلاقي ليها مساحه كبيره. في ناس لو انا هخس كيلو واحد انا اخس 52 كيلو في الاسبوع من غير لا اتحرم ولا ارجع تاني. واهم حاجه ما ارجعش. لو انا خسيت بالاربعه خمسه كيلو زي ما الناس بتعمل في اول اسبوعين ثلاثه، والناس اللي بتخش انت طلعت ماده اسمها اسيتون، زي ماده زي اسمها الاسيتون كده نتيجه ال حرق الدهون في الجسم، الماده دي اساسا يا استاذ محمد ماده سامه. الماده دي ممكن تخليه تعمل لك مشكله على الكبد، ممكن تعمل لك مشكله في دايما لما بيجي يقول لك انا بقيت انسى كتير، انا مكتئب، ان ليها تاثير سام على الجسم. ماده الاسيتون الطبيعي ان هي مش موجوده في الجسم. الناس اللي عندهم سكر وعندهم سكر مش بتلاقي عندهم دايما يقول لك عنده اسيتون عالي، يقول لك ده دخل في غيبوبه اسيتون، ده عنده طب انا ليه بعمل المشكله دي بايدي؟ انا ليه بعملها؟ ان انا عشان اخس بسرعه، عشان عندي فستان هلبسه او مناسبه احضرها؟ انت بتدمر الجسم، والحاجه اللي بتتدمر انت بترفع ما تنفعش ترجعها لكفاءتها الطبيعيه تاني زي ما ربنا خلقها يعني. تمام؟ فلازم هاخد النسبه المعتاده ليا، ان انت دلوقتي المفروض ان انا هاخد من 20 22 كالوريز للجسم بتاعي حسب الوزن بتاعي قد ايه، هقسمها بالكميات اللي انا عايزاها، النشويات قد ايه، البروتين قد ايه، الدهون قد ايه، كل حاجه الحصص بتاعتها محسوبه. زي ما حضرتك اتفضلت في الاول ما فيش حد بيعمل رجيم زي الثاني، ان دي بتختلف في بتختلف عمرك قد ايه، الحاله الصحيه عنده قد ايه، الحاله النفسيه، المجهود البدني يعني اللي بيشتغل هو قاعد غير اللي بيشتغل في يعني اللي بيلعب جيم ولا ما بيلعبش جيم، حسب الحاله بتاعته. الحاله الاقتصاديه يا استاذ محمد تفرق كتير جدا، انك ما تنفعش تعمل له حاجه هو مش عارف يمشي عليها، ودي برضو بيبقى سبب فشل كتير قوي من الناس اللي بتبقى انظمه اغذيه، ان انت بتاخد ورقه بيبقى في صعوبه قوي ان انت تمشي عليها، يعني الصبح مش عارفه ايه وبالليل حاجه مشويه، مكلفه نفسيا وماديا، فبالتالي بيفشل فيها برضو. فانت لازم اهم حاجه ان تقعد مع اللي قدامك ده تسمعه انت حياتك عامله ازاي عشان تمشي الدنيا معاها. بس معظم الاطباء بتوع الدايت مش كلهم بيعملوا كده يعني، هو بيشوف بس انت بتشتغل ايه، بشتغل كذا يعني مثلا شغلتك ان انت قاعد على كرسي يعني او على مكتب عمل مكتبي، بتنزل مثلا مندوب مبيعات او مهندس في موقع او ما الى ذلك، لا ده بيتحرك فاعمل لك كذا. ده كده باختصار، لكن هو الصح ان انا بقيس زي ما حضرتك قلتي، بعمل مثلا صوره دم كامله، بعمل اشوف كل نسبه الكوليسترول عندي في قد ايه، لان حضرتك اتكلمتي في اول حديثك عن امر مهم جدا ان ممكن الواحد ما يبقاش بدين بس عنده كوليسترول، وواحد بيبقى بدين وما عندوش سكر وما عندوش كوليسترول. عشان حضرتك هو ممكن يكون البدين اللي ما عندوش سكر وكوليسترول ده، بس ده هيجيله ما هيجيله واحد بس احنا بنتكلم على رفيع عنده يعني. ما الرفيع ده ممكن يكون بياكل دهون مشبعه كتير، بياكل فاست فود كتير، ودي كارثه من الكوارث اللي بوظت صحه العالم كله مش مصر بس. يعني لو الناس بعدت عن اللي احنا قلناه ده، الفاست فود بالذات، الحاجات المصنعه، اللحوم المصنعه، بعدت عن كل حاجه فيها اكياس في المحلات الدنيا تبقى زي الفل، لان حضرتك الجسم ما بيعرفش يقراها، ما بيعرفش يقرا الشفره بتاعتها، هو ده عارف ان ده اكل، انا باخد منه السعرات الحراريه بتاعته بس، غير كده انا مش عارف اتعامل معاه. طيب احنا لو اتكلمنا عن مريض السكر بشكل اكثر تحديدا، حضرتك اتكلمت على امر مهم، اللي جاله كورونا او اللي عنده ضغط او عنده مشكله في القلب، دول بيبقى لهم طريقه تغذيه معينه، طب المرض ده هاجمني فجاه لانك تقعد كام يوم اعراض ثلاث ايام على ما يبان عليك وتحس ان ده مش برد خلاص، الامر بدا يبان بوضوح، والاول ما كانش عندنا خبره فيه، دلوقتي بقى على الموجه الثانيه بقى في خبره تقدر تفهم انت عندك ايه فتلحق تحاول تلحق نفسك. طيب انا في الاحوال اللي زي دي التغذيه بتاعتهم السليمه بتكون ازاي، سواء لمريض السكر او القلب او الضغط او اللي عنده الثلاثه مع بعض؟ ما هي فكره حضرتك ما دام السكر موجود هتلاقي الثلاثه دول اتكونوا مع بعض، يعني انا لما بقول ان السكر غايب ده سبب المشاكل كلها. ان السكر لما بيبقى موجود عامل زي المغناطيس كده حضرتك، لو جذب بقى الضغط وهكذا، لان دي بيحصل معاه ارتفاع في الدهون الثلاثيه، ارتفاع الدهون الثلاثيه تعمل الضغط وتعمل مشاكل الشرايين بتاعت القلب. لو المريض دوت حالته سكره مظبوط خلال الشهور اللي فاتت وضغطه مظبوط، ده هيمشي عادي زي اي مريض على التغذيه العلاجيه بتاعته
ما فيهاش فيها مشكله خالص. لكن لو في حد عنده سكره مرتفع لا، انت هترجع هنا لجرعه الانسولين بتاعته قد ايه، او هو بياخد ادويه راس بدل الانسولين، ودي بتتحسب حسب الراس بتاع الجرعه بتاع التحليل بتاعه. يعني اللي سكره 200 غير سكره 300 غير سكره 400، لان ما ينفعش واحد سكره 200 او حاجه تنزله فجاه تخليه 70 80، انت كده هتدخله في هبوط ومشاكل صحيه. دي حضرتك دايما الحالات اللي زي دي بتبقى تحت التحليل، لازم التحليلات بتاعتها على طول ماشيه معاها. لكن لو هو مظبوط لا، انت هناكل الاكل الطبيعي المحسوب السعرات الحراريه بتاعتك في الوقت دوت. الاماكن اللي بيتاخد فيها حقنه الانسولين يمكن البعض ما يعرفهاش دلوقتي، بقى في حاجات وسائل سهله تمام. وفي حاجات غاليه جدا زي المنظم اللي بيتركب في الايد او في مكان ما بينظم للناس الانسولين، لكن احنا هنتكلم على ان الاغلب العام بيتشكل بياخد بالحقنه. الاماكن السليمه اللي تدي فيها المكان الانسولين وتاخده ازاي؟ هي طبعا دايما تبقى في المنطقه بتاعه البطن، لان دايما هم بيبقى عندهم كميه من الدهون في البطن ديت عشان ما يحسوش بالالم بتاعها. بميل ولا عمليه؟ هو السن بتاعها قليل، فلو هو كل ما السن قليل ما فيش مشاكل، لان لو هي بميل، لو انت عندك كميه الدهون عاليه فهي هيحصل، لان انت مش هتوصلها للدرجه اللي احنا عايزينها تمام. لكن لو هي عاديه السن حسب السن بتاع الحقنه نفسها. وهم بيبقى عامه عندهم خبره، بس اهم حاجه عندهم في الحق ان هم حبايبي ما يستخدموش السرنجه اكتر من مره، لان عارف بيبقى مع التكلفه وكده يقول لك طب خلاص بقى هاخد بيها مرتين ثلاثه، ما انا نفس الشخص اللي نعم بتجرحه وتعوره يعني. بتجرحه طبعا، لان حضرتك لما السن ده بيدخل كذا مره بيحصل فيه زي رايش كده، فبيعمل تجريح في الجلد او في تجريح ودي مع السكر، لان السكر ده وسط التهاب ممكن يعمل لك انفكشن، يعمل تلوث، ممكن يعمل مشكله ثانيه. هو مش هيعمل له عدوى، لان هو من نفس هو يعني مش هيجيب له لا عدوى خارجيه، يعني عدوى خارجيه يحصل له التهاب عنده اتعرض لشيء بره فدي بتبقى عندهم مشكله، ودي للاسف بتبقى كثيره جدا مع مرضى السكر، خاصه اللي هم بيبقى ما عندهمش مقدره ان هم يتعاملوا مع يعني يجيبوا سنجات. يعني هو الافضل في الجزء ده اي مكان بيبقى فيه دهون يعني، عشان هو بيتاخد سبكوتينيس يعني تحت الجلد شويه، بس عشان ما يبقاش فيه الم تحتيها. يعني هي الفكره ان انا بقلل نسبه الالم بتاعه. يعني مثلا حضرتك هنا في الجلد هيبقى قليل شويه السمك بتاعه، وفي نفس الوقت الاعصاب بتاعته بتبقى حساسه شويه، وانا بحاول اديله في الاماكن اللي ما فيهاش نوع من عضلات يعني تكون طريه شويه حساسه عشان ما تعملوش الم. هو كده كده بتاخد سبكوتينيس، هو بتاخد تحت الجلد ما بتاخدش في الدهون، بس هي الفكره ان انا مش عايزه احسسه بالم اكتر يعني. طيب بالنسبه للحقن برضه يا استاذ محمد، الناس اللي بتقول لك في الجيم اصل هو بياخد حقنه في التراي النهارده عشان يكبر العضله دي وحقن، يا جماعه الكلام ده ملوش صحه اساسا. انت حضرتك بتاخد حقنه يعني الحقنه دي الجسم، انا ما باخدش هنا فبتتحقن هنا تطلع دي ساعتها ده يعني بتاخد عضله، انت حضرتك بتاخد ايا من كان حضرتك انت دي عضله ودي عضله ودي عضله وكل دي عضلات ودي عضله وكل حاجه دي عضلات. انا باخد الحقنه دي بيحصل لها امتصاص عن طريق الدم عشان ده هرمونز، ويمشي في طريق الدم ياخد دورته وهكذا. لكن هو بيعمل له احاء في الجيم ان انا اديتك الحقنه في العضله الفلانيه عشان العضله الفلانيه دي تكبر النهارده. هو حضرتك انت بيبقى عندك التمرين ده بيكون اداله ايه؟ ما هي الحقنه خدها هي ماشيه، هي ما بتمتصش في العضله دي بس حضرتك، هي بتمتص في الجسم كله بس هو الفكره ان في اليوم ده بيبقى مثلا عنده التمرين على العضله دي، فالطبيعي ان انت العضله هتكبر. انا بعمل تمرين دلوقتي على الطرايه انا فهي كبرت وانا واخد الحقنه فيها، فهي الفكره مش الحقنه اللي عملت لك العضله، هي ورم التقريب لا اصل في حاجات حضرتك يعني مالهاش اي علاقه بالعلم خالص. يعني يقول لك اصل واخد عضله هنا عشان يطلع عضلات الرقبه، يا جماعه ما فيش كلام يعني لازم اللي يدي الحقن دي يكون حد متخصص، مش لازم ياخدها اساسا لا ما هو في ناس بتاخدها بتنظيم، تربع الرياضيين معروفه بقى، الرياضيين على مستوى انحاء العالم لازم بياخد بروتين معين في حاجات معينه، بياخد امينو اسيد يعني في حاجات معينه كده، بس تحت اشراف طبي يا فندم لازم تكون تحت اشراف طبي. هو بتكلم مع حضرتك ايه طريقه الحقن؟ لا لا اقصد حضرتك ان بيبقى في اماكن في الجيم مثلا بيبقى في طبيب بيطلب منك الحاله الصحيه، ما ده غالي جدا الحاله الصحيه ليك، العمود الفقري بيطلب يعرف حاجات معينه عنك عشان ما تسكتش وخلاص. الجيم الطبيب ده بيوجهك لطبيب اخر خارجي يعالج عندك بعض الامور مع الالتزام بتمرينات معينه هما بيحددوها لك. لكن احنا دلوقتي اللي افضل رياضه ايه لمريض الكورونا؟ احنا اتكلمنا عن التغذيه بتاعته ممكن ياكل ايه، لكن الرياضه السليمه اللي لازم يمارسها، لان في ناس فتحت جيم في البيت يعني الناس جايبه بقى
دامبلز تقيل وجايبين مش عارف جري وعجله وحاجات. والله افضل رياضه اساسا في اي رياضه هي المشي، ربنا سبحانه وتعالى قال وامشوا في مناكبها. لو ابسط امور خالص الرياضه بتاعتنا المشي. لو انت عندك قدره ان انت تعمل استرتشات باستك مقاومه عادي، مش فاضي ان انا اعمل جيم في البيت. لو ما عندكش كيس مخده، يعني لو اي حد كيس مخده يعمل بيها استرتشات وهو قاعد وهو واقف، يتمشى في نفس البيت ما فيش منه مشكله. يعمل دايما عمليه التنفس صح، ان انا اخد نفس من مناخيري واملى بيه القفص الصدري واحبسه شويه وبعد كده اطلعه من الفم. الجيوب الانفيه والحاجز الانفي نفس مناخيري. لا ما هي بالتدريب، ما هو دوت برضه قله الاكسجين الجيوب الانفيه. ما لو في حاجز انفي يتعمل عمليه ليه؟ لان الحاجز الانفي هيزود الجيوب الانفيه. والجيوب الانفيه لما بتخش من مرحله اللي هي الخفيفه العاديه لمرحله كرونيك دي بتبقى مزمنه، بتبقى مؤسفه جدا، وللاسف بتبقى اكثر مشاكلها الصداع. تاني حاجه ان هي من اكثر الناس اللي هتخلي دايما عندنا احتقان في الزور، لان دايما في افرازات بتنزل على الحلق. فبيبقى فيه يا اما تعمل احتقان في الزور، يا اما تعمل ان انا عايز الانسان يبصق يبقى فيه مخاط عايز يطلعه. او ممكن في ناس لما بتنزل لها الافرازات دي على المعده بتعمل لها دايما اضطراب في المعده، يعني ممكن تلاقي فيه وجع في المعده على طول، في عمليه تجشؤ، التهاب في المعده وهكذا. فلو في حاجز يتشال دي سهله وهتسلك لي المنطقه دي، فبالتالي كفايه ان انا ابعد عن الصداع بتاع يعني الناس بتخاف بس عشان بيبقى جراحه لا خالص، ده بالعكس بقت مناظير دي حاجه سهله جدا دلوقتي. يعني بقت حاجه سهله جدا انا بنعملها. ربنا يخليك. الامر الاخر برضو احنا اتكلمنا عن التغذيه، اتكلمنا عن الرياضه، عن العامل النفسي. دايما بيقول لك بعد ما تقوم من هذا التعب او المرض الكورونا او هذا الفيروس الفظيع، انك انت لازم بتاخد لك فتره تعافي نفسي، لان انت قاعد بين ايدين ربنا طول. احنا كده كده بين ايدين ربنا، بس انت خلاص هتموت حاسس كده. فجاه الحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى بياخد بيدك ويخرجك من المرحله دي بالشفاء، بالهدى، الهدايه النفسيه، في انك انت تلاقي نفسك متقبل قدر وقضاء ربنا. والمعروف ان كل اي حاجه ليها سبب. لاي مدى الواحد ممكن يتعافى نفسيا من هذا المرض بسهوله؟ وهل الفكره بتحتاج، في ناس ما عندهمش حد، يعني قاعد في مستشفى العزل لوحده، يعمل ايه عشان خاطر يبقى افضل واحسن وما يستسلمش لفكره ان انا خلاص ده انا تعبان وخلاص استسلم لهذا المرض؟ يعني ما هي فكره الاستسلام وفكره التوتر النفسي ده بترجع بتختلف من شخص لاخر. استاذ محمد، في ناس عندها قدره التحمل الضغوط النفسيه بصفه عامه يعني. لكن لو انا عارف ان انا دايما اقول لهم، دايما نقول في كل محنه منحه ربنا سبحانه وتعالى، ده انا بقول لهم دايما عامل 20-20 ده دايما نخليه عامل رجوع، عامل رجوع الى ربنا في كل حاجه. الرجوع للهدوء النفسي، الرجوع للصلاه، الرجوع للاكل والطبيعه الطبيعيه، الرجوع لاسلوب حياتنا الطبيعي، ان انا انام بالليل واصحى بالنهار. كل دي من الحاجات اللي هتحمل حالتنا النفسيه. الحاله النفسيه لو ساءت يا استاذ محمد هي دي اللي بتخلي جميع الامراض تيجي. يعني في ناس من القلق والتوتر شعرها يقع، في ناس من القلق والتوتر قاعده بتبربش في عينيها، في ناس كل شويه تطلع لها قرح في الفم، في ناس من القلق والتوتر تلاقي ضربات قلبها سريعه جدا، في ناس من القلق والتوتر تحصل لها بهاق، في ناس من القلق والتوتر يجي لها روماتويد، في ناس من القلق والتوتر يجي لها كانسر. ما هي الفكره ان انت بتهد جهاز المناعه كله. لان احنا زي ما اتفقنا في اول حلقه قلنا ان عندي بروتينات داخله على الجلد وداخله على الجهاز المخاطي، دي بيها واصله بينها وبين الجهاز العصبي. السؤال الاخير يا فندم يتعلق بالرياضه، حضرتك قلت رياضه المشي، حضرتك اتكلمت عن ان انت ممكن ده ابسط الامور في البيت، لو متاح تروح الجيم تروح الجيم. الكمامه هل هي سليمه استخدامها اثناء المشي وسليمه استخدامها في الجيم؟ ولا فكره الكمامه دي مش يعني لا هي داخل مع العرق والحر والنفس، وانك ممكن تعمل كده فجاه وانت بتتمرن ممكن لا قدر الله تلقط؟ هو انا طبعا ما افضلش الجيم في الايام الكورونا بسبب يعني ان احنا اهم حاجه دلوقتي الكمامه والتباعد. تمام، طول ما انا بعيد، لان انا لما بلبس الكمامه هيقل نسبه الاكسجين شويه. انا بلعب جيم عشان ازود نسبه الاكسجين اللي بتعلي التمثيل الغذائي وبتعلي المناعه اللي عندي. فانا كده هحس بخنقه. وفي ناس، بعض الناس عندها اساسا مشكله في التنفس، وخصوصا هو بقول لحضرتك ما بيعرفش ياخد نفسه كويس. المفروض ان انا عشان اخد نفس صح اخده من الانف واكتمه شويه وبعد كده اطلعه عن طريق الفم. ده عشان احرق دهون زياده واتحرك زياده وكده احسن نسبه التمثيل الغذائي بتاعي. لكن انا هاخد وادخل الجيم بمسكوت، انا مش عايزين تباعد، عايزين دلوقتي فتره التباعد. بس فتره الشتاء بالذات لان دي فتره بينشط فيها الفيروسات سواء بقى كورونا او غيرها من الفيروسات. فاحنا لو عايز يلعب رياضه في البيت مفيش مشاكل. طب بنشكر حضرتك دكتوره امال فتحي عبد العزيز، استشاري امراض الروماتيزم والمفاصل والعمود الفقري، واستشاري التغذيه العلاجيه. ركزنا اكتر على التغذيه
العلاجيه النهارده وعلى مرضى كورونا. بالمناسبه يعني اللي احنا بنمر بيها ربنا يعديها يا رب ان شاء الله على خير، وان شاء الله لنا لقاء مع حضرتك نتكلم بقى على العمود الفقري والروماتيزم، لان اكيد في ناس كتير ليها تساؤلات حول هذا. 90% من العالم بيعانوا من مشكله العمود الفقري. شرفتينا يا فندم. شكرا ليك يا استاذ محمد، انا سعيده كنت معاك. ربنا يخليك، انا اسعد يا فندم. مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في برنامج صباحنا مصري بعد قليل، زميلتي العزيزه ساره نجيب.